مساء الخير على كل مشاهدي وعشاق شاشة قناة النادي الأهلي، أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجري. النهارده عندنا حلقة وحلقة خاصة، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده كتير جدا إن إحنا في برنامجنا إنه البرنامج ده هدفه الأساسي هو محاربة التعصب، ورفع قيمة الأخلاق والروح الرياضية وإعلاء القيم بين جميع الأندية. عامة والاهلي والزمالك خاصة هتقول لي اشمعنى الاهلي والزمالك؟ لا الاهلي والزمالك دول هم دول اصلا اساس كرة القدم في مصر مع احترامي كل الاندية التانية والاندية التانية موجودة وبتنافس وكل حاجة وهفضل اقول ان الاهلي والزمالك مش اعداء مين اللي قال اعداء؟ احنا آآ آآ احنا مثلا في في في, في اي حرب الكرة مش حرب بمعنى اصح الكرة مش حرب احنا بنلعب رياضة يعني ايه الرياضة؟ الرياضة المفروض تكون حاجة اللي هي الحاجة الوحيدة اللي بتقربنا مش بتفرقنا الرياضة هي اللي بتقربنا مش بتفرقنا أو تبعدنا عن بعض وحاجة جميلة قوي إن الرياضة بتبقى سمو وأخلاق مش هتخلينا نفكر في أي حاجة تاني وما فيش حد فينا يتجاوز في أي شيء من الأشياء وده كان موجود على أرض الواقع اللي احنا عشناه اللي انا عشته ولا كلمه انا اللي انا وكل نجوم الجيل بتاعي اللي عاشوا كان ده واقع واقع لغايه ما ظهر من مش عاوز يعني مش عاوز اختار الكلمه كويسه ان في ناس طلعوا سمموا الاجواء وزرعوا الفتنه بين الجماهير وده طبعا مش القاعده القاعده ان احنا بنقول الرياضه قيم واخلاق واصول وقول عليها زي ما تقول وهي تقارب في نفس الوقت كان زمان واحنا آه بنلعب كان ما كنتش اقول مثلا ايه ده ده اهلاوي ولا زملكاوي والحلقه اللي هقولها اللي هنعملها النهارده دي بتزاح هتثبت لك حاجات يمكن لاول مره هتسمع الكلام ده على شاشه قناه النادي الاهلي هنرجع ونقول على الايام الحلوه دي وما بيقول اي حاجة كنا بنقول ايه؟ الزمن الجميل، يا ترى الزمن الجميل ده هيرجع تاني؟ أنا بقول لكم الأخلاق ما بتتبدلش لا هي ولا القيم ولا بتتغير والأصول نفسها ما بتتغيرش. احترام موجود. معلش زمان القيم كانت بتاعتنا على الزمن بتاعنا، أعوذ بالله من كلمة أنا. كنا بنتكلم فيها كنا بنقول يا جماعة الرياء خلي عندك روح رياضية. دي كانت الكلمة المشهورة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها وكان زمان لازم يكون في الادب والاحترام والاخلاق زي ما لكم دي كانت قيم دينيه الادب والاخلاق كانت قيم دينيه وانسانيه في نفس الوقت ودي كانت انسانيه وعظيمه من غيرها آآ آآ من, من غير الحاجات دي كلها المجتمع كان عايش عاي عشرة على عشرة دلوقتي اللي حصل ان كل حاجه اتغيرت ليه ما الافراد هم هم ولا مش هم هم اتغيروا شويه اتغيروا ايه لان الناس اللي هي بدعت الاخلاق والكلام ده كله زي ما لكم الدين بتاعنا بيقول كده فاحنا عاوزين احنا كشعب نرجع لاصولنا للادب والاحترام والكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير وهو عشان كده احنا في برنامجنا هنا لما استضفنا في برنامجنا قبل كده اكتر من شخصيه زملكاويه واسمها علويه والتحادية والمقاولين كل انديه مصر وده كانوا بيقولوا عليه الزمن الجميل هل ممكن الزمن الجميل يرجع تاني؟ اه ولا ليه؟ يرجع تاني ده بايدينا احنا مفيش حد هيغيرها فينا بدليل ان في اي حاجه لمصر بتلاقي الشعب المصري كله ايد واحده الله طب ما احنا لازم نبقى ايد واحده في كل شيء هو لازم حد يضايقنا عشان نبقى كلنا بيد واحده؟ لا هي مصر كلنا بنبقى في ايد واحده وهديكم مثل حرب 73 الشعب المصري كله كان ايد واحده وربنا اكرمنا وهينصرنا وهيكرم البلد دي قوي عشان كده في استضافتنا النهارده في حلقه معانا نجم من نجوم نجم كبير وكان على علاقه طيبه وعظيمه اللي كانت بين الاهلي والزمالك والنجم ده كان ما تقولش عليه اهلاوي ولا تقول عليه زملكاوي تقول الراجل ده هو بيلعب هو نجم الزملكاوي طبعا بس ما فيش الكلام ده ما كانش فيه حاجة اسمها تعصب وأنا والأعوذ بكلمة أنا برضو هرجع أقول كده أنا كنت شاهد بنفسي على هذا الكلام تخيلوا بقى اللعيبة الأهلي والزمالك كانوا ليلة مباراة أهلي وزمالك كنا بنبات عند بعض كنا نروح نبات عند لاعب معانا وهو يجي بات معانا وإحنا كل اللعيبة كنا كده كنا نخلص الماتش أهلي وزمالك نخرج نروح نتعشى مع بعض كانت الناس حتى اللي هي كانت بتزعلنا من الماتش لما بتشوف اللعيبه كده مع بعض بتقول لك طب احنا بنتعصب ليه؟ احنا بنتعصب ليه؟ عشان كده وما كانش في معسكرات زمان معسكرات اللي احنا كنا نروح عشان نبات فيها لا اللي هي كانت ليله المباراه وبعد كده تبص تلاقي الناس تقول لك ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ايه؟ احنا اللي غيرنا انفسنا اه في ناس جت زرعت بعض الفتنه في المجال الرياضي لكن الحمد لله بترجع الامور وكل حاجه ان شاء الله تبقى زي الفل وبعد زي ما بقول لكم كنا بنتقابل بننام مع بعض في عند بعض بنطلع ناكل مع بعض كل واحد بيروح بيت التاني وكل واحد بيزور التاني والتالت ورابع وكلنا عارفين اهالينا وأهليهم ما كانش في مشكله عندنا ما كانش في مشكله وكنا بنتمنى ان احنا نروح المنتخب عشان نقعد مع بعض ونبقى ايد واحده وهي ده بتبقى روح واحده دي اللي كانت بت 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 بتغير كل شيء عشان كده بقول لكم هنواصل آه في حلقتنا النهارده